موسم العمرة وعمرة سيدنا الرسول، عمرة ولد النبي، ناس كتيرة قوي بتحب تطلع العمرة في هذا التوقيت. انت بتتكلم على أسعار جديدة، ضوابط جديدة للعمرة بتاعت الشهر الحالي. خليني أرحب على التليفون بالأستاذ ناصر ترك. أستاذ ناصر مساء الخير فن. أهلا بك. أهلا بك فن. عدد كبير من المصريين بيحب يعمل عمرة في المولد، مولد سيدنا الرسول. طبعا كتير مصريين انت عارفين محبين للرسول عليه الصلاه والسلام. والعمره في الايام المولد يعني بتبقى بالنسبه لهم فرحه. ايوه طبعا. حجزوا وخلاص وفي ناس سافروا ولا لسه؟ لا احنا حاليا احنا الضوابط عند معالي الوزير للاعتماد ان شاء الله. لا انا بسال يعني في ناس سافروا للعمره ولا لسه؟ محدش سافر. الضوابط لسه احنا ناقشناها ايوه في اللجنة العليا ورفعنا المذكرة بالضوابط لمعالي الوزير للاعتماد. ايه الضوابط؟ لازم تنشر في الوقائع. ايوه ايه الضوابط؟ هقول لحضرتك اهم الملامح اللي احنا توافقنا عليها في اللجنة العليا. ايوه لحين اعتماد الضوابط. يلا. يعني لازم الضوابط لما تعتمد تعلن، انما انا هديك الملامح. نعم. الرئيسيه يعني. اديني الملامح. طبعا احنا بالنسبه لنا اهم حاجه كانت عشان يبقى في جديه من الشركات واهمنا مصلحه المواطن يبقى في رعايه كامله للمواطن، عملنا ضمانات ماليه تصل قيمتها الاجماليه ل 5 مليون جنيه. الضمانات دي للشركه. الشركات اللي هتدفعها. كويس. ضمانات عشان تعتمد في البوابه المصريه للعمره. تمام. النقطة الثانية، كان في مشاكل دايما للتأشيرات اللي بيسموها مباشر افتراضي. أيوة. بتبقى من الشركات السعودية للمواطن مباشر. نعم. فبتحصل مشاكل وفي الآخر بتتهم شركات السياحة ان هي اللي عاملة. صحيح. ان شركات السياحة تم اتهامكم كتير. دي بتبقى تأشيرات اونلاين. أيوة. مباشر. أيوة. فاحنا لغينا الكلام ده كله، خلينا بس التأشيرة المعتمدة اللي هي من خلال شركة مصرية مع شركة سعودية تحت مسمى البيزنس تو بيزنس، يعني بي تو بي. تمام. يعني من شركه لشركه. تمام. عشان يبقى احنا مراقبين الشركات المصريه والسعوديه. الحاجه الثالثه، كان المشرف بيطلع لكل 135 فرد. ايوه. خليناها لكل 50. يبقى زودتوا عدد المشرفين. على 50 مش على 135. كويس. قللنا العدد عشان يبقى فيه رعايه اكثر. كويس. الحاجة المهمة طبعا اللي هو العقد اللي مع المعتمر اللي هيتحمل على البوابة. أيوة. المصرية للعمرة. لازم يكون عقد تفصيلي شامل كل تفاصيل الرحلة من التوقيتات، وسيلة السفر، الفنادق لازم تكون معتمدة في البوابة. سداد ازاي، السعر كذا، الغى ازاي، التعديل ازاي، كل واحد يعرف ما له وما عليه سواء العميل او الشركة. كويس. لو في اي مشكلة يبقى احنا بنرجع لهذا العقد اللي بين العميل وبين ايوه. طيب هل في عقوبه للشركات؟ انت عارف موسم الحج اللي فات كان في، انا مش عايز اقول دايما ان كان في مهزله. لا لا موسم القانون. اسمعني بس، موسم الحج اللي فات، موسم الحج اللي فات كان في مهزله، كان في مهزله غير طبيعيه. سمعني ولا مش سمعني؟ انا سامع حضرتك. ما انا بتكلم، موسم الحج اللي فات كان فيه مهزلة غير طبيعية وغير إنسانية. هل بعد هذه الضوابط والملامح اللي حضرتك قلتها وانتوا اللي مقدمينها كشركات سياحة لوزارة السياحة، هل هنشهد بهدلة أخرى للمصريين سواء في الحج مدام عزة؟ نعم. أنا يمكن دخلت معاكي عدة مداخلات لو حضرتك رجعت للأرشيف. أي. ومع زملاء آخرين اتكلمت إن في مشكلة هتحصل للتأشيرات الغير نظامية. التأشيرة اللي حصلت ان دي تأشيرات زيارة، وكان المشكلة كلها ان في وسطة وقلنا في كيانات غير شرعية واتكلمنا كتير جدا. حصل. وما حصلت المشكلة كان كبش الفدا هي شركات سياحة. اوكي في شركات اخطأت وتعاقبت. انما احنا بنتكلم على 2500 شركة. انما في حوالي مئات الالوف من الكيانات الغير شرعية ومحدش ما زالت. فانت لازم ما زالت السوشيال ميديا. ولازم يكون في ضوابط، ولازم يكون المواطن عارف احنا عملنا حمله كلفتنا 2 مليون جنيه، ومع احترامي المواطن برضه ما زال يطمئن اكتر لهذا الوسيط.
الوسيط ده ليس له اي كيان شرعي. ايوه الكيان الشرعي في الحج كان وزاره الداخليه المصريه، وزاره التضامن، وزاره السياحه. كويس. فهم دول الثلاث جهات اللي مفروض اللي عايز يحج يلجا لهذه الجهات المحترمه. أيوة. فقط لا غير. ايوه غير كده هذا المواطن اللي هو طبعا احنا بنقول ده اهلنا، احنا بنقول من دلوقتي ارجوك ارجوك روح لكيان شرعي، اعرف حقك. ارجوك 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 استاذ ناصر. استاذ ناصر ارجوك. أيوه. تقدمه. أيوه. في هذه الملامح. ألو. تقدمه في هذه الملامح وهذه المقترحات للسيد الوزير انه يتم الاعلان عن الكيانات الوهميه اللي هي الوسيط اللي بتسيء السمعه لمصر وبتبهدل المصريين بره. ده اعتقد هقول لحضرتك انه هقول لحضرتك حفاظا على الكيانات الرسميه. لجنه اسمها الكيانات الغير شرعيه، ومعانا شرطه السياحه، ومعانا وزاره الماليه. مفهوم وتبعت الابلاغ لوزاره الماليه ولشرطه السياحه عن اي كيان غير شرعي تصل عقوبات مشدده، ستصدر قريبا عقوبات مشدده عن اي شيء يسيء. يبقى احنا كده متفقين، بس انا عايز اسمعك عشان الصوت بدا يقطع. احنا كده متفقين. طيب قول لي اسعار العمره تقريبا، اديني رينج كده من كام لكام. اسعار العمره هقول لحضرتك احنا السنه دي استحدثنا حاجه ان احنا رجعنا البحر تاني، عشان اسعار الطيران زي ما انت شايفه كده زادت اسعار عاليه جدا. ايوه فرجعنا البحري. ايوه ورجعنا البري. كويس. انا هقول لك السعر من غير تذكره وسيلة السفر. يلا. الأسعار في العشرينات، يعني هتبدأ من حاجة وعشرين من خلاف التذكرة. بخلاف التذكرة. مفهوم. لو هو هيطلع بحر هتضاف تذكرة البحر. كويس. لو هو هيطلع طيران هتضاف تذكرة الطيران. من 20 لكام؟ أقل حاجة 20. يعني مش الشركة اللي هي بتعلنها، لا مصر الطيران مثلا خطوط صالح بيعلنوا أسعار الطيران. من 20 لكام؟ عارف إن السعر تذكرة بكذا، المدينة بكذا. الرينج من 20 لكام؟ الدرجات كلها بتبقى واضحة قدام المواطن المصري، وان شاء الله تبقى عمره. الرينج من 20 لكام يا فندم؟ حد الادنى 20 والاقصى؟ بتتراوح بقى حسب المده، حسب مستوى قرب من الحرم، حسب التصنيف الفندقي. يعني اديني يعني تقريب. نعم؟ اديني رقم تقريبي. اديني رقم تقريبي. في العشرينات، في الثلاثينات، الاربعينات، لغايه بقى ما واحد عايز مثلا سويت في افضل فندق في مكه اكيد ده بسعر مختلف. ايوه. يعني كل حاجه وليها سعر. ايوه. تمام. مفيش حاجة محددة. الحد الأدنى 20. تطلع العمرة حسب البادجت اللي هو حاطه. الحد الأدنى 20 غير الوسيلة. حاجة و20 يعني ممكن 22 23 غير التذكرة. غير التذكرة. بشكرك بشكرك شكرا جزيلا. مقبولة إن شاء الله.